السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. وفيديو يومي جديد، والنهارده هنتكلم عن مبدأ ومفهوم مهم جدا جدا جدا، اسمه set point theory او نظرية الست بوينت، النقطة الفاصلة. واحدة واحدة كده، كلنا بنعمل دايت وكلنا بنحاول ننزل في الوزن لما وزننا بيزيد. طرق اعمال الدايت بتختلف من شخص لشخص، وفي ناس بتفتري قوي في الرجيم يا جماعة، يعني بتبقى عايزة توصل لنتائج سريعة في وقت قصير، فبتيجي على نفسها قوي وبتقسو على نفسها قوي. الجسم بيبقى ليه رد فعل لهذا التدخل او هذا التغيير اللي حصل بشكل مفاجئ ومكحف ظالم بالنسبة له، وبيبتدي يبقى فيه اعراض انا مش ببقى فهماها. هو انا ليه ابتديت انام كتير؟ هو انا ليه ابتديت اسقع؟ هو انا ليه بنزل كويس قوي في الاول وبعدين بقف في الوزن او نزولي معدله بيبقى اقل او ابطا بكتير؟ في نظريه من النظريات اللي ممكن تكون بتفسر هذا الموضوع اسمها السيت بوينت ثيوري، وهو الوزن او رينج الوزن، مش هنقول الوزن كرقم دقيق، لا، هو رينج الوزن، معدل الوزن اللي الجسم بيؤدي فيه كل وظائفه بكفاءه عاليه. هو الرقم اللي على الميزان اللي الجسم بيؤدي فيه كل وظائفه بكفاءه عاليه. كل واحد فينا ليه برمجة كده جينية عشان يوصل لهذا الرقم، وأول ما بيوصل له بيبتدي الجسم يشتغل بكفاءة عالية جدا، وبيبقى الرينج بتاع تغير الوزن اللي هو من 5 لـ10 كيلو أقل أو أكتر من هذا الرقم مقبول بالنسبة للجسم عشان يفضل يشتغل بنفس الكفاءة. فاهمين يا جماعة؟ يعني أنا دلوقتي مثلا سي السيت بوينت بتاعتي او الرقم اللي على الميزان اللي انا مفروض اوصل له، طبعا بمقاييس جسم صحية، عضلات ممتازة بتؤدي بشكل جيد، دهون قليلة مش كتيرة في الرينج المقبول اللي هو بيبقى 20% للرجال و30% ده بالكتير للسيدات. انا جسمي متبرمج على مثلا 64، فهو حوالين ال 64 مبسوط، لحد 54 و74، يبقى الرينج اللي هو يقدر يشتغل فيه بنفس الكفاءة هو رينج من 54 لـ74. تمام؟ كل واحد فينا بقى ليه رقم جينيا هو متبرمج عليه علشان جسمه يؤدي كل الوظائف، بقى القلب يشتغل بكفاءة، يحصل ان احنا نشيل السموم من جسمنا، نتحرك بكفاءة، كلنا بننزل من بطن مامهاتنا او امهاتنا وعندنا الرقم خلاص متبرمج. لما الجسم بيبتدي يبعد عن الرقم بشكل سريع او يغير من وزنه بشكل سريع بيبتدي الجسم يخاف، فلما بيخاف بيدي رد فعل. رد الفعل ليه بقى؟ ان هو يبتدي يغير في الحرق وفي الشهية علشان خاطر يرجع تاني لنفس الرينج اللي هو بالنسبة له بيحس فيه ايه؟ بالامان. اول ما احنا بنكتسب وزن كتير يا جماعة بيبتدي الحرق بيزيد. لو تاخدوا بالكم ان دايما الناس اللي عندها وزن عالي جدا لما بنيجي نقيسلها الحرق على جهاز اللي هو بتاع الانبادي بنلاقي انه حرقها عالي، يقدروا يحرقوا. كمان الحرق العالي ده مع تغيير في الشهية المفروض ان هو بايه؟ بيساعد الجسم ان هو ينزل في الوزن. واول ما بننزل في الوزن اقل من السيت بوينت او الرقم المقبول بكتير بيبتدي الجسم ان هو يعمل العكس بقى، الحرق بيبتدي يقل جدا والشهيه بتبتدي تختلف تماما علشان يبتدي الجسم يرجع للرينج المقبول. اذا سبحان الله، وكان الجسم زي الكمبيوتر، اول ما يبعد عن الرقم اللي هو متبرمج عليه برينج كبير او بسرعه بيبتدي يعمل رد فعل علشان خاطر يحافظ على هذا الرينج عشان يشتغل بشكل فيه كفاءه. هو ده بقى اللي بيحصل لما بنخش في الدايت وبنبتدي ان احنا نخس بسرعه جدا، فيبتدي الجسم يتخض يقول لك ايه ده؟ ده ممكن يبعد عن الرينج المقبول، وانا هبتدي لا 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 لا، لما اوصل لرينج معين او رقم معين انا هقلله الحرق. مثلا سي واحدة 140 او 130 كيلو خست 30 كيلو فترة قصيرة، 40 كيلو فترة قصيرة، زي ما بيحصل لمين؟ الناس اللي بيعملوا جراحات السمنة. ها؟ الناس اللي بيعملوا جراحات السمنة بيوصلوا للست بوينت بعد فترة قصيرة جدا، لان هما بيفقدوا 40 50 60 كيلو في كام شهر، فبيبدأ الجسم يوقف حرق بقى تماما خلاص. هو حس ان انت جاي عليه جامد وحس ان انت ممكن تبعد عن الرينج المقبول عشان صحته، فبيبتدي يوقف لك هذا الحرق. هل نقدر احنا نتحكم في موضوع السيت بوينت ده؟ لا طبعا ما نقدرش نتحكم فيه، زي ما انت ما تقدرش تتحكم في طولك ولا في لون عينك، ما تقدرش تتحكم في رقم الميزان او الرينج المقبول اللي الجسم بيتقبل فيه ان هو يشتغل فيه بكفاءة عالية.
ده اللي بيحصل لما بنعمل دايت جامد. في حاجه تانية كمان بتحصل فظيعه، ان احنا بيجي لنا حاجه اسمها شره للطعام، يعني برضو كرد فعل للجسم عشان خاطر تتخن تاني بقى، يلا اتخن تاني بقى لان انت كده خسيت كتير قوي. عارفين الناس اللي هم كرونيك دايترز، اللي هم الناس اللي هم بيخسوا بقالهم سنين وسنين وسنين، دول بيجي لهم ساعات شره وبيشتكوا لي ان احنا بيجي لنا شره للطعام ومش عارفين نعمل ايه. ده بيبقى رد فعل للجسم انك جيت عليه بزياده. طب اعمل ايه علشان اوصل للست بوينت بتاعتي واعرف ايه هي؟ اتعامل عادي، يعني خلي اكلك متوازن، خد الطاقه اللي جسمك محتاجها، اشرب ميه كويس وتحرك كويس، جسمك لوحده هيوصل للست بوينت بهدوء وببطء. بهدوء وببطء، خدوا بالكم. يعني الناس اللي مثلا الكرونيك دايترز اللي هم مدمني الدايت، المزمنين اللي بقالهم سنين بيحاولوا يخسوا، ممكن ياخدوا مش اقل من سنه كامله عشان يبتدي جسمهم يبقى ليه رد فعل مقبول ويبتدي ان هو يوصل للوزن اللي هو بنسميه الوزن اللي بالنسبه له سيت بوينت او رقم مريح عشان الجسم يشتغل بكفاءه. سنه كامله الاستعجال غلط. اخصائي التغذيه او دكتور الدايت اللي بيستعجل معاك عشان ينزلك غلط، والكلام ده كلام علمي، انا ما بهاجمش حد، الكلام كلام علمي، غلط غلط غلط. عارفين مبدئي اللي هو كل واحرق، اكل واحرق، لانك لما تاكل كويس جسمك هيبتدي يحرق بشكل لائق وينزل بشكل لائق، حتى لو برينج مش مقبول بالنسبه لعقلك وبالنسبه للي موجود في السوق، بس هو مقبول بالنسبه له. يبقى البنج ايتنج او الاكل بشرح، ما بقدرش اتحكم في كميات الطعام، النوم الكتير، السقعه، الاحساس الدائم ان انا عندي فتيج او وهن، ان انا حرقي يقل ووزني يقف، ده ممكن يبقى مفسر بالست بوينت. طيب ايه اللي هعمله؟ زي ما قلنا ان احنا هنبتدي نرتب حياتنا بشكل لائق ليها، يعني مش هستعجل في نزول الوزن، واي حد هيستعجلني في نزول الوزن في الدايت اندستري او في اللي هو بنسميها ايه سوق الدايت، يبقى ده عايز يضرني. خلاص حاولوا ان انتوا تقاوموا سوء الدايت وتقاوموا المغريات، وحاولوا ان انتوا تركزوا على صحتكم. تاني، رينج المقبول للرجال 20% للدهون، السيدات 30% للدهون. الحرق بيقل جدا 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 مع نزول الوزن، وبيزيد جدا 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 مع زيادة الوزن. خدوا بالكم من حاجة أخيرة عايزة أقولها، إن الجسم من كتر ما أنت بتضغط عليه وعمال تخس وتتخن تخس وتتخن، بيتحول الست بوينت دي لحاجة اسمها سيتلينج بوينت، أو بيبوظ عنده برمجة إن هو يوصل للوزن، وده بيبقى الفشل النهائي إن أنا أوصل للوزن اللي هو بنسميه الوزن الصحي بالنسبة لي، نتيجة إن أنا خلاص لخبطت له البرمجة بتاعته من كتر ما أنا بجرب دايتات كتير. من التفسيرات العلمية لعدم نزولنا في الوزن بشكل لائق وتوقفنا في مرحلة البلاتو اللي هي المرحلة بتاعت ثبات الوزن، كتير جدا بيسألوني عن الموضوع ده، هو الست بوينت، هو إنه جسمنا بيحاول يقاومك عشان انت جاي عليه جامد وبتحاول انت تخس بسرعه جدا في وقت قصير جدا، وده ضد البرمجه اللي ربنا خالقها عليه سبحانه وتعالى. ارجو ان انتوا تتفكروا في الحقائق العلميه اللي انا بديها لكم، انا بفسر لكم ليه ممكن يكون الحاجات اللي انتوا بتعملوها غلط، او الحاجات اللي بيمارسها للاسف كتير من زمايلي غلط. احترموا احتياجات جسمكم، احترموا ان انتوا المفروض هدفكم يبقى الصحة مش نزول الوزن وخلاص. اهم حاجة عندنا الدهون، بالراحة يا جماعة، خصوصا الناس الكرونيك دايترز. تفسير الثبات عند الناس مدمني الدايت وحريفة الدايت هو السيت بوينت. الحل اصبر، اهدى، اشرب مية مع كل صلاة، امشي، اكل اكل متوازن من غير ما احرم نفسي من حاجة، ولازم جسمي هيوصل للسيت بوينت، بس بالراحة في خلال فترة ممكن توصل لسنة. وصباحكم زي الفل.